لكل بداية نهاية، ونهاية سلسلة النتائج الإيجابية لغالي معسكر التي توقفت عند 8 جولات دون هزيمة، ليتكبد فريق معسكر أول خسارة له في مرحلة العودة على يد متديل الترتيب أمل الأربعاء الذي قدم كل شيء في هذه المباراة التي دخلها أبناء زمتي دون أي مقدمات، وراحوا من الوهلة الأولى يضغطون على مرمى الحارس بن شريف الذي استسلم في الدقيقة 27 عندما تمكن لاغويني من فتح باب التسجيل برأسية محكمة. هدف حرر أنصار الفيكينغ التي دفعت بفريقها للأمام في ظل المستوى الهزيل الذي ظهر به الغالي الذي لم تفهم أنصاره الحاضرة بملعب الأربعاء ما يحدث له، عندما تمكن الأمل من الاستفادة من ضربة جزاء في الدقيقة 43 بعدما عرقل الحارس بن شريف المهاجم بهي. ضربة الجزاء تولى تنفيذها بنجاح القائد أوزناجي الذي ضاعف النتيجة، وكاد بعد ذلك أوزناجي أن يزيد من جراح أبناء حجار رو ركز في التسديدة عندما جانبت كرته المرمى والتي انتهى عليها الشوط الأول. المرحلة الثانية لم تشهد الكثير خاصة في ظل مدى الأربعاء الذي كان عقيما رغم تسديدة بوعشا التي ردها القائم الأيمن، ومع تواصل المستوى المتواضع لفريق فاز على الرائد في عقر داره غادر أنصار معسكر المدرجات ساخطين على اللاعبين. رسالة فهمها اللاعبون وهو الأمر الذي حرك مشاعرهم، أين تمكنوا بعد ذلك من صنع أول فرصة حقيقية للتهديف التي وجدت الحارس شويح في المكان المناسب لتتوالى الفرص لكن دون جدوى، ليحقق بذلك أمل الأربعاء فوزا أكثر منه معنوي للاعبين والجمهور. بينما على غالي معسكر نسيان هذه المباراة والتفكير في الجولة القادمة، فعلامة كاملة للزرقاء التي أعطت درسا للجميع، فرغم أن النادي وضع قدما في قسم الهواة إلا أنه لا زال يلعب بنزاهة. حبيت لاعبين يفوزوا بهذه المقابلة لأن أنا نعيش معهم في الأسبوع، صراحة رغم الوضعية لاعبين اللي يعملوا بجدية بإرادة كبيرة نضرب لي هذا الفوز هذا يستهلوه غير بالخدمة اللي يعملوها، ونظل بلي المقابله نعرفوا كما نعرفوا غالي معسكر فريق اللي كان في سلسله نتائج ايجابيه، نظل اللي جاب باش يدير نتيجه، ولكن العزيمه والاراده تاع اللاعبين خلات باش نفوزوا بهذه المقابله، نظل بلي الفوز مستحق.